احنا الارقام عندك بقى والنسب، وانتوا عاملين شغل الحقيقه يعني، ربنا يديكوا الصحه الحقيقه. طيب خليني بس يعني في مساله المشاركه بس اشير لنقطتين مهمين في البدايه. يعني اولا مساله المشاركه محتاجه ينظر ليها بشكل اعمق من التناول ده. اولا زي ما قال معالي الوزير، احنا بنبالغ في توقعاتنا المرتبطه بالمشاركه. المشاركة في الانتخابات في مصر لازم ينظر ليها في سياقها التاريخي. احنا بنتكلم تقريبا عن توقعات من 50 إلى 60%، ودي توقعات منطقية. الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة اللي كانت في 2012 كان الاستقطاب على أشده في المجتمع المصري، كانت نسبة المشاركة تقريبا 50%، ودي من أعلى النسب ممكن نوصل لها. ولو وصلنا النسبة دي هيبقى الموضوع جيد، الكتلة الحرجة اللي بتصوت خرجت وتعدد المرشحين أيام بالظبط. فيعني بشكل أو بآخر الحاجة الثانية في مسألة المشاركة، في تباينات في نسب المشاركة ما بين الأقاليم المختلفة في مصر بناء على معايير موضوعية وأسباب منطقية. والانخفاض العام في نسبة المشاركة، لا نسبة المشاركة خلينا نعترف أنها يعني دون المتوقع. احنا بنتكلم عن الثلث الأخير من الثلاثينيات، يعني بنتكلم ما بين 37 إلى 42% نسبة التصويت اللي لغاية الساعة 7 النهاردة. يعني أعتقد يعني الأرقام المتعلقة ب 50 و 51% محتاجة إعادة نظر. احنا بنتكلم من 37 إلى 42%. ده بناء على رصدكم انتوا كمركز، بناء على رصدنا. في اسباب منطقيه تماما ومنطقيه جدا بتبرر نسبه المشاركه المنخفضه طبعا، ولازم ينظر ليها. اعتقد انه اهم هذه الاسباب التوقيت طبعا اللي اجريت فيه العمليه الانتخابيه، توقيت من حيث اليوم اللي تم اختياره في الاسبوع. بنتكلم عن انتخابات بتجرى يوم الاحد، يوم الاثنين والثلاث، يعني في منتصف الاسبوع. ما كانش في قرار مسبق من الحكومه المصريه باعتبار اي من اليومين دول اجازه، اخذا في الاعتبار طبعا درجه الحراره المرتفعه. يعني لو الانتخابات اجريت مثلا يوم سبت وحد باعتبار يوم السبت اجازه، كان هيبقى في فرصه اكبر للمشاركه زي ما حصل في المصريين في الخارج. بالظبط. النقطه الثانيه خدوا خميس جمعه سبت حد، تبقى في كل الدول العربيه والاوروبيه بتبقى يومين في اوروبا يومين هنا. نسب المشاركه في المصريين الخارج فاقت نسب المشاركه في 2012 بحوالي 3% او 4%. السبب الثاني كمان والمهم جدا هو انه في حالة سائدة في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بأن الانتخابات محسومة لمرشح معين، أو أن حظوظ وفرص مش بالتزوير، لكن أن فرص مرشح معين أعلى من المرشح الثاني، وده خلى أنصار الاثنين مرشحين يتكاسلوا عن الخروج.